أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا الكرام في فقرة علومكم. حذرت اللجنة الوطنية للانتخابات المتقدمين لترشيح أنفسهم لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي من استخدام صفة مرشح قبل الانتهاء من فترة الطعون والإعلان النهائي للمرشحين، وأكدت على أهمية عدم القيام بأي دعايات انتخابية مبكرة أو استباقية لتفادي المخالفات الانتخابية والعقوبات الإدارية، وأن الشخص لا يعتبر مرشحا رسميا إلا بعد الإعلان النهائي للقوائم من قبل اللجنة بعد انتهاء فترة الطعون والتحقق من صحة الترشحات. ضمن إطار حملة المسح الميداني لتصويب أوضاع المساكن الحكومية غير المستغلة في إمارة أبوظبي والمستغلة لغير الغرض المخصص لها، تهيب هيئة أبوظبي للأسكان بالإخوة المواطنين للإبلاغ عن أي مخالفات من خلال التواصل مع الهيئة عبر تطبيق الواتساب على الرقم الموضح على الشاشة. وفي الشأن الرياضي، تبقى 15 يوماً على غلق باب الترشح لجائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة. من هذا المنطلق تدعو أكاديمية فاطمة بنت مبارك لرياضة النسائية جميع المؤسسات والاتحادات الرياضية المعنية والأفراد ممن تطبق عليهم شروط الجائزة إلى المبادرة بالتسجيل قبل غلق باب الترشح في 31 من أغسطس الجاري للنسخة السابعة، التي سيتم الإعلان عن الفائزات بجوائزها ضمن حفل ضخم يوم 15 من نوفمبر المقبل. وفي ملف الاستدامة، ومن خلال مقال في صحيفة الاتحاد، تواصل الإمارات جهودها في تحسين الأمن الغذائي العالمي، والذي يشكل تحدياً تواجهه العديد من الدول بسبب أثار التغير المناخي، عبر وضع حلول فعالة خلال استضافة كوب 28 في نوفمبر المقبل، حيث تشير الدراسات المعنية إلى أن التغيرات المناخية تهدد الأمن الغذائي العالمي لنحو 40% من إجمالي المحاصيل، لا سيما أنه من المتوقع أن يزداد عدد سكان العالم بنسبة 30% بحلول عام 2050، معظمهم في البلدان النامية والفقيرة والتي تعاني أساساً من شح الموارد الطبيعية ونقص في الغذاء. شكراً للمتابعة ودمتم بكل خير.